نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان. بنرحب بيك معنا في ارف فاينانس. اهلا وسهلا. اولا بنهنئ حضرتك بالمنصب الجديد وبنتمنى لحضرتك دوام النجاح والتوفيق باذن الله. ميرسي جدا. اعلنتم عن نتائج اعمال 2018. في 2017 حققتم 1.75 مليار وفي 2018 حققتم 1.625 مليار، نسبه نمو 51% في صافي الارباح. يا ريت تعليق من حضرتك عن نتائج الاعمال. متشكر على سؤالك. اللي انا عايز اقول حاجه انه ما فيش ارقام بتيجي من فراغ. كان السنه اللي فاتت كان وراها جهد كبير وشغل وعرق كبير جدا، الناس تعبت، لكن اللي ساعدنا انه البنك فيه فاندمنتالز كلها اللي تساعد على النمو. احنا عندنا 86 فرع منتشره في الجمهوريه كلها من اول مرسى مطروح لاسوان. عندنا كابيتال بيز تساعدنا على اقراض الشركات المتوسطه والكبيره، وفي نفس الوقت شبكه الفروع والائتمان خلانا يبقى عندنا اكسس للاسميز. فالارقام اللي حضرتك شايفها ده هي طبعا ارقام بتسعد وجميله جدا، وانا ازعم ان احنا عندنا جروث ريت ممكن ما يكونش في البنوك كتير. بناء على النظام الجديد في المعالجه الضريبيه على الايرادات الناتجه من شراء زون وسندات الخزانه، ايه التاثير المتوقع على هذا من هذا التعديل وازاي هتتعاملوا معاه في 2019؟ طبعا احنا اول ما القرار ده هو طلع يعني زينا زي بنوك كتير قوي انزعجت وحاولت تشوف ايه الموضوع. فاحنا درسنا وقلنا عشان نشوف الامباكت على الارباح هيبقى ايه. حقيقي لقيناه مينيمال، لانه يعني مش هقول كنا يعني متوقعينها، ولكن الارقام بتاعت البنك والفاندمنتال بتاعته يعني تقدر تتعامل معها، تقدر تستوعب جدا. يعني خلينا اقول لحضرتك انه السنه الجايه الامباكت مش هيزيد عن 10%. ف اي بليف ان هي يعني التاثير مش هيبقى قوي زي ما الناس كلها متخيله. ايه اخر تطورات اتجاهكم لتقسيم البنك الى شركه للنشاط المصرفي واخرى للنشاط العقاري؟ وهل مع تحقيق ذلك سيتم التخرج من بعض مساهمات البنك في شركات تابعه؟ صحيح، هو الـ 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 السؤال ده بسمعه من ناس كتيره ومتكرر، لكن كانت فكره وما زالت الفكره مطروحه، لكن ما عندناش فاينل فيدباك من البنك المركزي. فما اقدرش اقول البروجكت انتهى او البروجكت قائم، لكن ممكن يكون لاسباب فنيه واقتصاديه، والبنك المركزي اكيد له رؤيه في الديمرج دهوت. فالموضوع نقدر نقول هو يعني ايه اون هولد، لكن لا هو اتلغى ولا هو بيتنفذ. اول لما اعلنتم من الاسبوع اللي فات على نتائج الاعمال، السهم ارتفع بحوالي 7.5% في جلستين متتاليتين. هل تفتكر الارتفاع ده كان مبني على ان البنك حقق اعلى معدل ارباح سنوي في تاريخه، ولا على اقتراح مجلس الاداره بتوزيع اعلى مبلغ برضو اللي هو 5 جنيه كوبون للسهم؟ متهيألي الاثنين، يعني عشان يبقى الجواب صح هم الاثنين. طبعا نسبه التوزيعات يعني 39% تقريبا من نصيب السهم الارباح، ما شفناهاش قبل كده، البنك ما عملهاش. فطبعا المستثمر سعيد بالارقام دهيت، وفي نفس الوقت برضو الارقام بتاعه البنك يعني المدققه يعني كويس جدا، فهو الاثنين مع بعض. في بدايه 2018 ساهمتم البنك ساهم في شركه سيتي ايدج للتطوير العقاري بنسبه 38% مع هيئه المجتمعات العمرانيه بنسبه 60%. وهل انتم راضين على المبيعات التي تمت في مشروعات زي مدينه العالمين الجديده والمنصوره الجديده والشيخ زايد؟ وهل في مشاريع اخرى منتظره من الشركه سواء في مدن جديده او في محافظات اخرى؟ خلينا يعني السؤال ده كويس جدا، لانه دايما بيحصل فيه لبس. احنا نملك 38% من شركه سيتي ايدج اللي لها مشاريع في الشيخ زايد اللي هو زي ايتابا، ومشروع تاني سكني وميكست يوز استعمال مختلط. ده الشق التاني، انه سيتي ايدج بتشتغل مروج للمشروعات بتاعت العالمين الجديده، المنصوره الجديده، العاصمه الاداريه
دورها مروج فقط. شرفتنا يا فندم في ارف فاينانس. متشكر انا اللي سعدت بوجودكم وسعدت بالحديث اللي عملناه مع بعض.